شفنا شكل النادي الاهلي في الماتشين اللي فاتوا او في بدايه الموسم، يعني ضغط عالي من بدايه المباراه. شفنا في مباراه سيراميكا الضغط العالي نتج عنه هدف لحسين الشحات في اول مباراه، شفنا ايضا الضغط العالي كان في مباراه زد. النهارده شكل بدايه النادي الاهلي امام الاتحاد السكندري ممكن تكون ازاي؟ طبعا مهم جدا جدا الضغط العالي من اول ربع ساعه، زي ما انت عملت في المباريات اللي فاتت، ما تفقدش الريتم بتاعك، كان الريتم بتاعك عالي، بتعمل ضغط عالي بشكل كويس. النهارده بس كهربا اول ماتش يبداه اساسي من يوم 17 اغسطس مع النادي الاهلي، اخر ماتش كان يوم 17 اغسطس كان لعبه اساسي لان هو لعب الماتش بتاع زد كان بديل لعب ربع ساعه، لكن كاساسي من 17 اغسطس. اول ماتش برضه يبداه عمرو السوليه من 4 يوليو. فالنهارده انا والثلاثه اللي في وسط الملعب لعيبه كوره. بعد بعد الوقف الكبير كان محمود كهربا اول مباراه رجع، كانت مباراه الاتحاد السكندري وكان تألق فيها برضه. طبعا ما دي فرص، النهارده هو بيدي فرص للعيب، بيدي لعمرو السوليه النهارده فرصه بقى ان انت تثبت نفسك في مركز 8. النهارده انا بشوف ان كوكا هيبقى 6 والسوليه 8 وامام عاشور 10، ففرصه النهارده للسوليه ان هو يرجع تاني يجيب مستواه، ان انا لازم اضغط ضغط عالي من اول المباراه، بحيث ان انا خاصه كمان ان انت بتلعب فرقه اسلوب لعبها مباشر، يعني هم ما بيلعبوش جيم استحواذ ان انا بعمل تمريرات قصيره، لا ده انا بعلق على طول لقدام او ينزل كريم الديب يستلم من الاثنين المساكين ويعمل التمرير الطولي في ظهر الظهرين بتوعنا يحيى عطيه الله واكرم توفيق، عشان عندهم الافارقه بيلعبوا في ورا الظهرين في المساحات ديت، فانا لازم اضغط بشكل كويس جدا. مهم قوي ان كهربا يحاول يحافظ على الضغط العالي للنادي الاهلي كان عامله مع اسامه ابو علي. النادي الاهلي في الضغط بيتحول من 4 2 3 1 ل 4 4 2 بتواجد امام عاشور جنب راس الحربه، يعني امام عاشور كان بيبقى جنب وسام، النهارده هنشوف امام بيضغط جنب كهربا وطاهر ناحيه اليمين والشحات والسوليه هو اللي بيضغط كثمانيه قدامهم، واللي بيغطي اللي بيعمل الاسكان من وراهم كلهم احمد نبيل كوكا. فالنهارده كوكا دوره مختلف، كوكا كان مع النادي الاهلي في الماتشات اللي فاتت كلها بيلعب 8، النهارده اول ماتش مع النادي الاهلي في غياب مروان عطيه النهارده بيلعب 6، والماتش اللي فات لعب لما اطرد المدافع كان لعب مساك في اخر الماتش. فالنهارده كوكا متعدد المراكز، لعيب جوكر، وبصراحه كوكا واحد من المكاسب المهمه اللي كسبها النادي الاهلي الموسم ده، لان لعيب ممتاز، لعيب بيلعب في مركز 8، راح منتخب مصر والكابتن حسام حسن في المنتخب مقتنع بيه وبيلعب بيه اساسي. النهارده بنشوفه كان بيلعب 6 ولعب مساك وبيلعب 8. تمام. كابتن محسن محمد الشناوي يعني بادئ الموسم بدايه كويسه جدا، واضح انه مركز، شفناه في اول مباراه سيراميكا رغم فوز النادي الاهلي بخماسيه، لكن في الشوط الاول اثنى عليه مستر كولر وقبل بلاء حسن ايضا في مباراه زد، يعني استمر في التالق بتاعه. عايز